ما نشربوش ما ندوشوش ما نصبنوش، وثانيا البهايم ما يرعاوش، يعني ما ناكلوش الخضرة، ما تنبتش حتى حاجة، ما غادي تكون حية. كنا غادي اللفان ديالنا إذن إلا ما كانش الماء ما كاينينش حنا. وكنعرفوك يقول لك بأن الجفاف أو الكوارث الطبيعية كتكون نتيجة ديال المعاصي وهذا، يعني أكيد الحل هو الرجوع إلى الله، يعني نتوسلوا الله سبحانه وتعالى باش يعطينا الشتا إن شاء الله. ما بقى الما يوكلها ولا كيخرج للسوق، الغنم بقات عام مسيبة في السوق، البقر بقى عام سيب، الناس مساكن راه ما صافي، الناس راه مساكن مقاوتي وتزوجوا، الله سبحانه وتعالى عز وجل يرحمنا وصافي. والله خويا بالله راه الناس معذبة مساكنة صافي، نحنا والله العظيم الراجل مسكين تيمشي. بالنسبة للجفاف أكيد كترجع للتقلب ديال المناخ، هذا المسألة الأولى. وثانيا حنا دولة مسلمة، وكنعرفوك يقول لك بأن الجفاف أو الكوارث الطبيعية كتكون نتيجة ديال المعاصي وهذا، يعني أكيد الحل هو الرجوع إلى الله، يعني نتوسلوا الله سبحانه وتعالى باش يعطينا الشتا إن شاء الله. هذا هو المشكل دابا عندنا في المغرب، يعني الكل كيتسائل على السبب ديال هذا التزايد ديال الأسعار، ما عرفناش شنو هو السبب. ومن الافضل يعني يكون شي تصريح من الحكومه او لا شي وزير باش يعطينا واش عنده ارتباط بهذا الجفاف او لا مساله اخرى. يعني احنا براسنا ما فهمناش شنو هو السبب ديال الغلاء فلاحه. هو سيدنا احنا كنعرفوا بان دائما التدخل ديالو كتكون حكيمه وفي يعني في الصميم، وهو كيساعد يعني اي حاجه بانت له راها خصها الدعم راه كيكون هو الاول. جائحة ديال الجفاف اولا كما قلت لك الرجوع الى الله، يعني الدعاء، فاكيد ان الله راه موسى كان الله بان كيطلب ربي باش يعطينا الشتاء، قالوا راه فيكم واحد كيدير المعاصي، يعني الا خرج راه غادي يعطيكم الشتاء، وفعلا داك السيد ملي تاب راه ربي عطاهم الشتاء. فنفس الشيء يعني نرجعوا الله، ولينا كنشوفوا مؤخرا شي اشياء اللي الحقيقه يعني ما قدروش كنحشموا منها كما كنقولوا، ما قدروش نعاودوها. فالرجوع لله اولا هو الحل، واكيد ان الحكومه كيخصها تكون حكيمه حتى هي ويكون عندها الحل، ماشي زياده في هذه الاسعار، لان الناس حتى هما راهم متاثرين، ما كاينش زياده في الاجور، فاكيد هذا غادي يخلق واحد التحقن ما بين الشعب والحكومه. متمنيات هي اللي قلت لك، يعني الحلول هي المتمنيات، ان الحكومه تكون حكيمه وتاخذ واحد المواقف اللي تكون بجانب الشعب ماشي ضد الشعب باش نتخطاو ان شاء الله هاد الازمه. اخويا شنقول لك، والله العظيم لا عندنا حنايا البلاد تما مساكن الناس الفلاحات كرفصوا، البالا كدير 700 ريال، ومسكين الكسه مسكين شي يعطيها، حنا المنطقه العربه ديالنا مساكن والله العظيم لمحنن، الخنشه ديالنا خويا كدير 3000 ريال، وهاد الكسه مسكين باش يعيش شيوكل الكسيبه شيعطيها، الشتا ما طاحتش، الناس محنه صاحبي، الناس معذبه مسكينه حق الله العظيم اخويا، الناس مسكينه مكرفصه، لا تشبن، ودابا الكسه باش يعطي لها التشبن، باش يعطي لها البقره مسكينه، يلاه بقره شاريها هو بجوج ملايين ثلاثه الملايين، شيوكل الاولاد، شيوكل التشبن، شيعطي الناس، شيعطي لولاده، ما كاين شي اخويا، الله اللهم لك الحمد وصافي. و20 درهم انا سرت لها البارح، والله تتفرجت لها 20 درهم، الكسه كيبيعها ب 20 درهم. والله دابا الكسب له هو شحال هو كيكسب، 5 سنين 6 سنين هو يبيع لنا جاب 20 درهم، وشنو مسكين شنو هو، راه مجبر ما يوكلها، مجبر ما يعطي لولاده، ما بقى يعطيه هو الكسال البقر ولا الغنم مسكين، راه الناس معذبه خويا والله، الله يدير شي شاويل والله الا بالله. لا ما صبتش اخويا، الناس راه محنه والناس مكرفصه مساكن، والناس لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، الناس مساكن محنه، ولا ما طاحش الشرا الكسيبات بقى غادا دالها، شكون ترك الزهر ما يبقاش يديها. نتمنى الله تعالى عز وجل يشوف من حالنا وصافي، يا ربي صب علينا بشريه ديال الشتا خويا والله، لا حنا دابا ولينا كنسعوا الله سبحانه وتعالى يشوف من حالنا خويا، قسما بالله راه ما كايناش. لا دابا الناس بقات كتطلق عليه الزرع، الناس بقات كتطلق دابا على الزرع، الناس الفلاحه مساكن دابا مسكين، ودابا البقره كتاكل له تقريبا 70 درهم 80 درهم في النهار، ودابا الناس ما بقاش مكميه عام على الكسيبه، دابا ولادو نساه، كاين الراجل اللي عنده 4 الاولاد 3 الاولاد 5 الاولاد، الناس ثاني مساكن، هذوك الناس اللي كيخدموا في البني ثاني مساكن، ثاني ما كاينش الخدمه، ثاني البنايه ثاني مساكن الله يكون في العون، الناس مساكن كانوا كيخدموا في البني، كيخدموا بديك 150 درهم 100 درهم الخدام المعلم 3000، دابا مساكن راه ما كاينش، كلش حابس،
راه ما حدش الشما طاحش يربح بيبي. دابا حنا بقينا كنساو على الله سبحانه وتعالى يرحمنا خويا قسما بالله، بقى عندنا امان في الله سبحانه. واش دابا النجا ملي بقات كدير 20 درهم 20 درهم دابا النجا كدير 20 درهم دابا النجا اللي كدير 20 درهم نتايا هذا الراجل هذا مسكين شحال كيعطيها باش هو يبيعها ب 20 درهم. دابا كناقشوا انا وياك امور انا وياك عادي. دابا الراجل عنده 10 النعجات ولا 20 نعجه باش شنو يعطيها؟ ما بقى ما يوكلها ولا كيخرجها للسوق. الغنم بقات مسيبه في السوق، البقر بقى مسيب، الناس مساكن راه ما صافي، الناس راه مساكن بقاو تيتزوجوا على الله سبحانه وتعالى عز وجل يرحمنا وصافي. والله اخويا بالله راه الناس معذبه مساكن صافي، محنه والله العظيم. الراجل مسكين تيمشي 10 البالات ب 7000، هو 10 البالات ب 7000 وخصو يسير عليه الدراري 100 درهم. شوف ودي معايا بالك الكسيبه خصها 7000 في السيمانه والدراري خصهم 100 درهم. ما كيدير لا هو دابا تيسمح في الاولاد مساكن وكيعطي الكسيبه، ومني تغلب بنادم صافي تغلب مسكين ولا كيخرج على السوق كيبيعها. يا السلام عليكم، والله يدير شي تاويل اخويا تبارك الله عليك. الاضرار اولا ما نشربوش ما ندوشوش ما نصبنوش، وثانيا البهايم ما يرعاوش يعني ما ناكلوش، الخضره ما تنبتش، حتى حاجه ما غادي تكون حيه. كنا غادي اللفان ديالنا اذن الا ما كانش الماء ما كاينينش حنا. ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى يديروا بحسابنا ويعاونونا ويخليوا لينا المياه ديالنا، والناس تكيس على الماء حتى هي ما تضيع شيء، ولا لا يحرم شي مسلم. هادشي اللي نقول لك. واش نقول لك احنا باقيين داويين عليه من الماء، كوكا الماء عندهم والري وعندهم البيار وعندهم كل شيء، ولدي ما نوصلوش لهذا الشيء. الخير موجود. شو دابا الخضره فين وصلت؟ مطيشه ب 140، البصله 140، والدرويشه اش تيدير؟ هي كل عند السلعه راه زايدين فيه، اش ناكلو؟ ما عندنا ما ناكلو. بنادم يدور تيعيا ويرجع للخبز واتي، الخبز واتي الزيت زادوا فيه، الطحين زادوا فيه، كل شيء زادوا فيه. وتنتمنوا من الله يكون الماء باش يكون الرخاء ويكون كل شيء عايش بسلام. هذا الشيء اللي تنتمناو، ما شايفه حتى شي حاجه. نتمناو هو راه حنين على كل شيء وتيبغي الخير لكل شيء. والله يعمل سيدي ربي يخلي له صحيحته ويخلي له وليداته ويخلي له الاسره العلويه كامله. هذا الشيء نتمناو. راه الكبير يدعي والصغير يدعي، راه حنايا ما نقدروش نعيشوا بلا ما، بحال الحوت في البحر لا حيدتيه من الماء راه غادي يموت. تنتمناو سيدي ربي ما يوصلناش لشي حاجه خايبه، لا يحرمنا من الماء. هادشي اللي نقول لك، وماشي غير الماء، الماء والمعيشه حتى هي تكون رخيصه باش نقدروا نتعايشوا مع الوقت. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة. تنتمناو سيدي ربي وليدي اللي جعلنا نوصلوا لشي حاجة اللي الشعب يضر فيها. الله يعمل سيدي ربي يفرحنا ويشوف من حالنا ويشوف من حال هاد الصبيان والبهايم وأي حاجة في هذا الكون. والماء راه هو النعمة ديال الإنسان، إلا ما كانش الماء راه ما عندنا حياة ما عندنا والو. هادشي وليدي اللي كاين، طلبوا سيدي ربي يفرج علينا فرجة الخير وعلى جميع الأمة الإسلامية.